هوني في الساحل نفوق بعض المواشي بسبب مرض لسان الأزرق. شنو المرض هذية؟ تداعياته على الفلاحة وعلى المواطنين؟ هذا اللي باش نعرفوه تسويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا سي حسن الطايف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة. أصبح الخير ومرحبا سي حسن. بخير نقب سعيد. نهارك مبروك. اللسان الأزرق سي حسين، شنو هالمرض هذايا؟ تداعياته على الفلاحة؟ كيفاش تم اكتشاف المرض هذايا في سوسة تحديدا؟ هل فما برشا خسائر في صفوف في معناتها فما نفوق للأغنام بسبب المرض هذايا وإلا لا؟ شكرا بارك الله فيك ولكافة المستمعين والمستمعات لإذاعة نجم أفام. مرحبا. نهار جد صباحي لكافة الأطراف. نحب نعطي بودي نعطي معناتها لمحة كما قلت انت سيادتك شنو هالمرض معناتها لسان الأزرق هذا. هذا معناتها مرض حشاك معناتها حشنا أخوان المستمعين والمستمعات، هو معناتها مرض يصيب معناتها القطاع قطاع المواشي من أغنام أو من أبقار. المرض هذا معناتها فيه عنده علامات، أول حاجة ارتفاع تلقاه في درجة الحرارة عند الحيوان، واحمرار في الأغشية، وانتفاخ في الرأس، وظهور اللسان الأزرق بطبيعة الحال باللون الأزرق. وهي حالة مرضية تؤدي معتها في كثير من الأحيان إلى الإجهاض، وفي الحالة القصوى تؤدي معتها إلى نفوق الحيوان. هذا معناتها مرض خطير برشا يصيب قطاع تربي قطاع المواشي نتاعنا بصفة عامة. أسباب المرض هذا يا سي حسين يجي فيروس هكاكا من التلوث، شنو الأسباب نتاعو بالضبط؟ أسبابه هذا مرض هو في حد ذاته مرض معدي. يجي كل عام عندنا عام خريف ممطر تكثر فيه الوشواشة، وهذا يجي عن طريق الناموس ويجي عن طريق الوشواشة، ومعناتها الوشواشة هذه تقرص معناتها الحيوان سواء كان البقرة أو أو الغنم، عند قرصان تاعه هذا يصاب الحيوان بالمرض هذا. فهمني؟ واحنا في سوسة عندنا عدد الحالات، خاصة منها معناتها المعتمدات المجاورة لمدينة القيروان على سبيل الذكر كما سيد الهاني، قاعة كبيرة، مساكن، كوندار. فهمني؟ ذا أول مضرب ضرب في قيروان، ثم انتشر معناتها بشوية معناتها وصلنا حتى مدينة الساحل هنا نتاعنا. برشا فلاحة ضروا من المرض هذايا سي حسين. والله أكاد أجزم أني في كل معتمدية توجد بؤرة المرض هذايا. يعني وشكل كارثة كارثة بمعنى كارثة حقيقية معناتها على الفلاحة نتاعنا بصفة عامة. وعلى الفلاح بصفة خاصة. يعني الخاسر الوحيد ديما شكون هو الخاسر الوحيد؟ الخاسر الوحيد هو ديما الفلاح. علاش؟ هو يصيب كل انواع المواشي سي حسينة، معناتها علاش بقار كل انواع المواشي؟ من ابقار، من ماعز، من ابقار، من ماعز، من اغنام. فهمني؟ هذا يصيب كافة معناتها تربية الماشي بصفة عامة. فهمني؟ وانا كم قلت لك تفضل ليش قلت لك معناتها هذا معناتها شكل كارثة حقيقية على الفلاح وعلى الفلاح نتاعنا. وهذا تعتبر اني واحد من الناس شخصيا كبسيفة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري بسوسة نعتبره والله جريمة حقيقية في حق الفلاح نتاعنا. علاش جريمة؟ والغريب جريمة بفعل فعل. علاش 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 نقول لك جريمة؟ علاش؟ خاطر الغريب الامر انه هذا الداء معناتها مازال ينتشر ومازال من فوق الحانات معناتها مازالت متكاثرة ومتواصلة، والتدخل نتاع الوزارة مازال محتشم. كيفاه؟ مازال محتشم. علاش خاطر من المفروض ان يسمى تلقيح يقع كل سنه لمنطقه القطاع التربيه المشي نتاعنا 3 سنين تو التالي. يعني الوزاره تخلات ووقعت تملص معناتها من هذا العمل. فهمني؟ ولابد ان يقول معناتها بمراجعه معناتها القرارات نتاع السيد الوزير هذا شكون اخذ قرار، لابد من المراجعه من هذا القرار، ولابد من اخذ قرار صارم، لابد من انه القطاع نتاعنا يتلقح كل سنه كما كان قبل سابقا. سي حسين لو تسمح انا نحب عندي سؤال، اذا كان في حال انه الفلاح ما فاقش بالمرض هذايا في الماشيه نتاعو وتباعت المواشي للجزار وتم ذبح الماشي فيه، خطر على صحه الانسان؟ معناتها المرض هذايا ما نعرفش ساعات فما فلاحه ربما ما تفيقش به، خاطر الاعراض اللي انت كنت تقول عليها نتصور مش الناس الكل تنجم تفيق بها. الاعراض وقتيه في سما تظهر، وحتى في صوره ما اذا اللي نعرفه يعني حتى في صوره ما اذا معناتها قاع ما عندوش حتى تاثير على البشر، ما عندوش عدو البشر معناتها. هذا مجس انه معناتها عنده تاثير كقطاع تربيه المشي. معناتها عنده تاثير على الفلاحه نتاعنا وكهو، ما عندوش تاثير على الفلاحه نتاعنا. الفلاحه نتاعنا وكهو. وهذا السبب فيه كما قلت لك تملص وتخلي يزر الفلاحه من القيام بواجبها.
بتوفير تلقيح اللازمة. التلوث زاد يساهم سي حسين، التلوث زاد ابار تلقيح تلوث، على خاطر حسب ما قريت انا شويه في الغشيش انه المرض هذا ينجم زاد يصيب المواشي من المستنقعات والا من معناتها من قلت الموجودين القلت الموجودين في الشارع. كي قلت تاني معناتها فما امطار خريفيه مبكره معناتها تجي من منطقه الساحل، ومع الحراره معناتها المناخ تلقى الجو ملائم، وبالتالي الوشوش هذه تتكون ومسبب معناتها هذا المرض هو الوشوشه. وبالتالي يعني كنت كما قلت لك يعني ثم تو الحل معناتها الجذري، الحل الجذري والاساسي هو لابد من القيام بحمى تلقيحيه كل سنه قطاع تربيه الماشي، القطاع الماشي بتاعنا. وتو عندنا حلول اخرى على الأقل ترقيعية نعتبرها ترقيعية، خاطر توا إذا أصيب المرض ما عادش نلقحوا، على الأقل توا تعطي على الأقل وزارة الصحة تعطي ما فيه كفاية من أدوية للقدم، مش معناتها أدوية، على الأقل أدوية على الأقل باش تنحي الحرارة، على الأقل تطفي من المرض، على الأقل باش تقل الفلاح يبقى باش تنظف معناتها على الأقل الحوايج نتاعو، الوزارة تقوم في حد ذاتها على الأقل بتعقيم معناتها المستنقعات كذلك السباخ، فهمني؟ هذا علاش خاطر هي معناتها في حد ذاتها هذه كلها بؤر نتاع الوشوش هذه، وهي المستقبل الوحيد معناتها لتقيل هذا المرض. إن شاء الله ربي يلطف بينا. هو نحكيه على كورونا الإنسان وكورونا الحيوانات، تقريبا الوباء هذاك ما قلت أنت ولا بؤر متعدة في تونس الكل، هوني في الساحل عنا في برشا مناطق كيما سيدي الهيني سي كوندار القلعة الكبيرة، إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي مع الفلاحة. نقطة أخيرة الله يبارك لك ربي، علاش في جميع القطاعات كي تقع ضرر معناتها لكل قطاع تقع تدخل من طرف الدولة على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه معناتها في ذاك القطاع، إلا قطاع الفلاح قطاع مهمش وقطاع حتى الإنسان ينظر له. وبالتالي دعوة أني ملحة لسيد رئيس الحكومة على الأقل بلفتة كريمة لما يعنيه الفلاح والمربي من مشاكل ومن ضرورة التعويض، أقول من ضرورة التعويض على غير ما يحصل في قطاعات أخرى، خاصة أن لدينا حالات تدمع لها العين، حالات اجتماعية والله مزرية، والله حالات اجتماعية ثم الناس تقتات من تربية الماشي. جبت مثال، عندنا امرأة في قرية من منطقة كبرى والله عملوها توفى ولدها وزوجها في حالة مرور، ومكسبها بقرة تقتات منها لها ولأبنائها، البقرة هذيك هي ومات والعجم تاعها توفات، وبالتالي على الأقل المرأة هذه ما يمشي تعيش. إذا ما تلقاش على الأقل رعاية من طرف المسؤولين تاعنا، وما تلقاش رعاية من طرف وزارة الفلاحة تاعنا، فهمني؟ وبالتالي أدعو بكل إلحاح لفتة من طرف سيد رئيس الحكومة لقطاع الفلاحي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل من المواشي تاعنا اللي ما زال قاعدة توا تندثر، أقولها خاصة أن الفلاح قريب يسلم. ومش الفلاحة الكل زادة لبس عليهم سي حسين، نحكي ساعات على فلاحة عندهم كما قلت انت المرأة هذي عندها بقرة واحدة، وإلا ساعات تلقى عنده شوية هكا غنم يدور بهم في الدولاب وبرا، مش الفلاحة الكل عندهم. ما جابش قول فلاحة بس عليها، اش قولك عليها؟ نسبة كبيرة برشا، يقول 80% و 90% من الفلاحة متاعنا كل فلاحي صغار، فلاحة صغار، وبالتالي تمس كافة مات الفلاحين. إيه مش كلهم فلاحة كبار، فما لي ما شاء الله فما فلاحة ما شاء الله عندهم لباس الحمد لله وكل، لكن الدولة ربما تعاود حتى ولو فلاح كبير نفذوا فلاح كبير وتمس هذية تمس مع تقاط القتيم تاعه، خسارة لشكون؟ خسارة الفلاح وخسارة خسارة الموازنة. صحيح هو خسارة للكل، ولكن الموازنة المعادلة صعبة شوية، راهو بين اللي عندها بقرة واحدة وما عندهاش عائل دون هكا البقرة وماتت على روحها، بين اللي عنده ما شاء الله كاميونات وعنده أراضي وعنده سواني، مش كيف الدولة عندها أولويات زادة. اسمح لي نجيب لك مثال بسيط. أي تو نفذوا عندي 10 معتمديات، نقول وما نقولش من الأرياف نتاعهم، نفرض في كل معتمدية عندي بقرة، وفي كل معتمدية عندي 100 ناجة تنفق، معناتها نفق تاع 100 ناجة، 100 ناجة ناجة تو تسرع على الأقل مليون، احسب حسابك أنت إذا عندي 1000 ناجة في المليون، هذوما على مستوى أسسة ما لا يقل عن مليار و مليارات، معناتها خسارة ناجة الواحد الفلاح، هذوما شكونش عوضها؟ صحيح شكونش عوضها؟ الدولة اليوم مطالبة على قليل، هي الإجراءات ماهيش حاجة كبيرة، تلقيح إذا كان فات الوقت ما عادش نجمو نلقحو، دونك على قليل شوية نظافة. الوقاية خير من علاش؟ نقولوا الوقاية خير من علاش؟ دعمكم دعم الفلاحة شوية بالأدوية للأغنام هذه على قليل باش نجمو نجيبو شوية مصاريف الأدوية، على خاطر المرض يجي على غفلة، وسينون زاد البلدية تتحمل مسؤوليتها في التنظيف، وفي على قليل ما يكونوش ما نلقاوش القلت نتاع الماء والوسخ اللي نجم يكون بؤرة لتكاثر ولا لتفريخ الناموس اللي
اللي هو سبب الأول في نقل هالفيروس هذية بين المواشي. شكرا لك سي حسين الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري، خرجناك من الغينيون، ميرسي بوكو على تفاعلك معنا. انتم إذا كنكم فلاحة هوني في سيدي الهيني كوندر قلعة الكبيرة تفقدوا المواشي متاعكم، وإن شاء الله ربي بقي الستر علينا الناس الكل. مالوغزمون نحكي على أوبئة ما حبيتش نبدأ بيها صباح، ولكن المرض هذا يختير وقاعد ليمات الكل، برشا فلاحة متضررين، وزيدة حبينا نشوفوا تأثيره على الناس، على خاطر وقت اللي يكون يتم فما خسارة بمليار للفلاحة راهو باش تتحسب على المواطن. دونك كيلو لحم العلوش ولا لحم البقري ربما يشهد ارتفاع في حال انه الفلاحة ضروا من هالمرض هذا. 10:23 دقيقة نجدد الدعوة مرة أخرى للفرق المشتركة اللي خرجت لتطبيق البروتوكول الصحي ومدى احترام المؤسسات العمومية لتطبيق البروتوكول الصحي. تضامن الاجتماعي في سويس، جيشي واحد يخدم والعبيد غاديكا، فما برشا اكتظاظ، وهذا نداء من المواطنين الموجودين قدام التضامن الاجتماعي. كما قلت 10:23 دقيقة وقدوا معنا في الاستماع، بعد شوية باش نهزوكم لمساكن نحكي على المستشفى المحلي بمساكن والمعاناة اليومية للإطارات الطبية والشبه الطبية في المستشفى هذه.